بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبناء وبناتي طلبة الصف الأول السنة وأهلا بكم بنكمل مع بعض رحلتنا في حل كتاب الدليل وصلنا للبوكلت رقم أربعة هنتكلم طبعا النهاردة على أسئلة مين اللي هي الأحماض النووية أول سؤال مع بعض كده بيديني الرسمة جميلة ها قدامي هنا فبقول هنا طبعا اللي قدامي ديت عبارة عن خلية نباتية عرفنا منين عشان هنا في نضار خلوي وعندي هنا مدينا منطقة اللي هي الاتش الاتش دي عبارة عن النواة وعندي طبعا في النص هنا اللي هي الفجوة العصرية وعندنا اللي هي المنطقة الارضية اللي هي السيتوبلازم فبقول لي هنا اول سؤال تحتوي المنطقة اتش اتش اللي هي مين اللي هي النواة على حمض نووي يا ترى مين الدي ايه ولا مكون من شريطين ولا به سكر الديوكسي ريبوز ولا جميع ما سبق طبعا الاجابه هنختار مين جميع ما سبق ليه إحنا عارفين طبعًا إن الدي إيه؟ عارفين إن الدي إيه موجود داخل مين؟ داخل النواة، تمام؟ والدي إن إيه عبارة بيكون منين؟ من, إيه؟ من شريطين، وفي نفس الوقت السكر اللي هو بيدخل في تركيبه اللي هو مين؟ اللي هو سكر اللي هو دي أوكس إيه رايبوز، معنى كده التلاتة صح عندنا فعشان كده اخترنا إيه؟ جميع ما سبق. رقم اتنين الحمض النووي في المنطقة آر لا يحتوي على إيه؟ آر هنا قدام اللي هو مين؟ اللي هو السيتوبلازم. طيب، وهنا عاوز حاجة هنا مش موجودة فيه خلي بالنا. الحمض النووي اللي هو موجود هنا اللي هو مفروض مين اصلا اللي هو الار ان اي لان احنا عارفين الار ان اي بيوجد فين بيوجد في اللي هو الايه السيتوبلازم يا ترى لا يحتوي على ايه السيمين ولا اليوراسيل ولا الجوانين ولا السيتوزين طبعا الار ان اي زي ما احنا عارفين لا يحتوي على مين لا يحتوي على اللي هي سيمين وبالتالي الاجابه عندنا اللي هي رقم رقم الف عندنا اللي هي مين اللي هي السيمين الحمض النووي فيه منطقه ار ار يعني انا بتكلم دلوقتي على مين على الار ان يحتوي على سكر ايه يا ترى الفركتوز ولا كلوكوز ولا الريبوز ولا جميع ما سبق ما احنا عارفين ان في نوعين من السكريات والله سكر الريبوز ده موجود فين في الار ان اما اللي هو الدي ان بيحتوي على سكر مين اللي هو الدي أوكس ايه ريبوز معنى كده الاجابه عندنا اليمين اللي هي رقم جيم عندنا اللي هي ايه سكر الريبوز الوحدة البنائية للحمض النووي وحدة بنائية المنمر يعني تمام خلي بالنا في المنطقة دي في في المنطقة اللي هي اتش منطقة اتش اللي هي مين اللي هي النواة يا ترى احنا اتفقنا دلوقتي اللي جوه النواة اللي هو مين اللي هو الدي ان اي يا ترى الوحدة البنائية بتاعته ايه البروتين ولا الكربوهيدرات ولا الحمض الاميني ولا النيوكليوتيدا طبعا الاجابة عندنا مين اللي هي النيوكليوتيدا إيه يبقى الاجابة رقم د اللي هي ايه النيوكليوتيدا السؤال اللي بعد كده يعبر الشكل المقابل عن مونيمر عاوزين هنا مونيمر طيب الشكل اللي احنا شايفين طبعا ده عبارة عن سكر خماسي وعندنا طبعا هنا في اللي هي قاعدة نيتروجينية وعندنا اللي هو ايه ده المفروض اللي هو مين مجموعة ايه فوسفات طب هنا بيقول لي هنا ايه الشكل اللي قدام ده دا بيعبر عن مونيمر بتاع مين يا ترى بتاع اللي هو الدي ان ايه ولا الار ان ايه ولا الفوسفوليبيدات ولا اللي هو البروتين طيب احنا عارفين طبعا اللي قدامنا ده احنا قلنا اسمه ايه؟ اسمها النيكلوتيدة صح كده؟ لان ده عباره عن سكر خماسي وقاعده نيتروجينيه واللي مين؟ مجموعه مين؟ فوسفات. يبقى اللي قدامنا ديت عباره عن مين؟ عباره عن نيكلوتيدا. طيب النيكلوتيدا موجوده فين؟ النيكلوتيدا يا ترى موجوده في اللي هو دي ان ايه ولا الار ان ولا الفسفوليبيدات ولا البروتين؟ طبعا في اتنين كده هنلغيهم اولا، هنلغي البروتين ونلغي مين؟ الفوسفوليبيدات. يبقى دول كده غلط بالنسبه لنا خالص هيتفضل ال ار ان ان يا ترى نختار مين فيهم طبعا هنختار رقم الف عندنا اللي هو مين اللي هو الدي ان اي طيب هل ينفع نختار اللي هو الار ان لا ما ينفعش طب ليه علشان هنا عندنا زي ما احنا شايفين هنا قاعده مين اللي هي السيمين والسيمين طبعا ده موجود فين موجود في الدي ان ولا يوجد فين في اللي هو الار ان اي فمعنى كده ما ينفعش اختار اللي هو الار ان نوع الرابطة بين القاعدة اللي هي السيمين والسكر الخماسي، الرابطة اللي هنا بينهم ديت يا ترى نوعها ايه؟ أيونية؟ طبعًا غلط، هيدروجينية؟ غلط، تساهمية؟ أيوه دي الإجابة الصح، طبعًا رقم ده غلط هي كمان، يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم ج عندنا اللي هي إيه؟ اللي هي التساهمية. مجموعة إيه تعبر عن إيه؟ مجموعة إيه اللي هي قدامي ديت عبارة عن إيه؟ ما إحنا قلنا ديت عبارة عن إيه؟ سكر خماسي، صح ولا لأ؟ وقلنا ديت إيه؟ قاعدة نيتروجينية. أما إيه دي طبعًا دي المفروض مين؟ مجموعة مين؟ مجموعة فوسفات، يبقى عندي إيه دي بتعبر عن مين؟ عن مجموعة فوسفات، تعال نشوف كده الاختيارات. فبقول أول حاجة اللي هي النطرات طبعًا غلط، كبريتات غلط، فوسفات هي دي الإجابة الصح، الأماين غلط، يبقى الإجابة رقم جيم عندنا اللي هي مجموعة مين؟ الفوسفات. رقم ثمانية: نوع السكر في الوحدة البنائية الموضحة، يا ترى السكر اللي هنا إيه؟ إحنا قلنا أصلًا ديت اسمها إيه؟ والنيكوتيدا دي في مين اصلا فيها اللي هي السامين والسامين ده موجود فين في الدي ان ايه معنى كده ان انا هتكلم على السكر بتاع مين بتاع الدي ان ايه طب السكر بتاع الدي ان ايه يا ترى الريبوز طبعا غلط غلط ليه علشان الريبوز بتاع مين بتاع الار ان ايه فاذا ده بالنسبه لي غلط ما ينفعش رقم ب الدي اوكسي ريبوز ايوه دي الاجابه الصح يبقى عندي الاجابه اللي هي رقم ب اللي هو مين اللي هو الدي أوكس ايه ريبوز إيه النشا طبعا غلط الجلايكوجين غلط يبقى الاجابه اللي هي مين اللي هي رقم ب عدد ذرات الكربون في السكر في الوحده البنائيه الموضحه عدد ذرات من؟ الكربون في السكر اللي هو قدامي اللي هو ديوكسي ريبوز يا ترى اربعه ولا سبعه ولا خمسه ولا ثلاثه طبعا هو بيحتوي على كام على خمس ذرات من أين؟ من الكربون يبقى عندي اللي هو حتى بسميه سكر خماسي لان ده عباره عن اللي هو سكر الريبوز واحنا عارفين سكر الريبوز عباره عن بيحتوي على خمس ذرات من الكربون بس هنا اللي هو منزوع الاكسجين يعني بيكون اقل اللي هو ذره ايه اكسجين وبالتالي هنا نختار مين اللي هو ايه خمسه بيديني هنا رسم زي ما احنا شايفين هنا وبيقول هنا عدد مجموعات الفوسفات في الشكل اللي قدامي يا ترى كام عدد مجموعات الفوسفات احنا طبعا اللي قدامي دي عباره عن نيوكليوتيدا دي نيوكليوتيدا ثانيه ودي الثالثه عندنا وعندي طبعا اللي هي الحروف ديت بترمز لمين دي اللي هي ايه اللي هي القواعد النيتروجينيه الادينين واليوراسيل واليوراسيل عندنا ده سكر خماسي تمام وعندنا هنا طبعا اللي هو قدام اللي هي الدوائر ديت عباره عن مين عباره عن مجموعه اللي هي الفوسفات فهنا بقول لي هنا اول سؤال بقول لي عدد مجموعات الفوسفات في الشكل يا ترى كام احنا اتفقنا اللي هي الدائره ديت هي عباره عن مين مجموعات الفوسفات فقدام هنا ادي اول مجموعه ادي الثانيه ادي الثالثه يبقى معنى كده في كام هنا قدامي في كام في 3 يبقى الاجابه رقم ا اللي هي كام اللي هي 3 السؤال بعد كده عدد قواعد السايمين في الشكل عدد قواعد اللي هو السايمين في الشكل يا ترى ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا صفر هنسأل نفسنا السؤال الأول هو الشكل اللي قدامنا ده يا ترى الدي إيه ولا الآر إن إيه طبعا ده عبارة عن الآر إن إيه طيب ليه عرفنا منين علشان ده قدامي شريط مفرد شريط مفرد من اللي هو الآر إن إيه واللي قدامي ده بسميه هيكل اللي هو سكر فوسفات سكر فوسفات فبسميه هيكل مين السكر ايه فوسفات عندنا طبعا اخر حاجه عندنا تحت ديت اسمها مجموعه اللي هي الاو OH اتش اللي هي الهيدروكسيل خلي بالنا هنا بيسالنا على مين بيقول لي عدد قواعد مين عدد قواعد السيمين طيب هل هنا اصلا في قدام السيمين طبعا لا احنا عارفين طبعا السيمين ده موجود فين اصلا موجود في اللي هو الدي ان إيه؟ وبالتالي هنا اللي قدامي ار ان إيه؟ وبالتالي هنختار مين اللي هو الصفر يبقى هنا اصلا ما فيش اللي هو سايمين فعشان كده نختار مين نختار صفر رقم 12 اقصى عدد اقصى يعني ايه يعني اكبر عدد لانواع لانواع خلي بالي لانواع القواعد النيتروجينيه يمكن ان تتواجد في الشكل يا ترى كام 3 ولا 4 ولا 1 ولا 2 اكثر عدد ممكن يكون موجود قدامي كم قاعده كم قاعده عندنا هيكون طبعا عندنا فيه اللي هي اربع قواعد هيكون عندي في الشكل اللي هو الار ان اللي هو قدامي هيكون فيه كم قاعده اربع ايه اربع قواعد فقط اللي هم ايه الدينين واليوراسيل والجوانين تمام والسيتوزين دي قواعد اللي هي موجوده فين في اللي هو الار ان اي يبقى عندنا الاجابه رقم ب اللي هي كام أربعة عدد القواعد النيتروجينيه الموجوده بالشكل والتي يمكن ان توجد في حمض نووي ومكون من شريطين يعني معنى كده بيسالنا على مين ان انا الاقيها فين كمان في اللي هو الدي ان اي وخلي بالي موجوده فين في الشكل اللي هو قدامي طيب نشوف كده اول حاجه عندنا هل اللي هو الإيدينين ده هلاقيه؟ ها؟ هي إيه ولا لأ؟ أيوه هلاقيها. إيه؟ يبقى كده ده واحد. طب اليوروسيل هلاقيها؟ إيه؟ لا ما لقاهاش. فإذا معنى كده هنختار مين؟ هنختار واحد فقط. يبقى عند هنا عدد القواعد اللي هي موجودة في الشكل وموجودة كمان في اللي هو الدي إن هنختار مين؟ اللي هو رقم جيم عندنا اللي هو إيه؟ اللي هو واحد فقط. السؤال اللي بعد كده بيديني هنا طبعًا تركيب الكروموسوم اللي قدامي ده عبارة عن كروموسوم فبقول لي هنا البروتين الذي بالشكل مرتبط بيه يا ترى؟ حمض نووي ولا حمض دهني ولا البيومين ولا جميع ما سبق طبعا هنختار مين هنختار اللي هو الحمض مين اللي هو الحمض النووي يبقى عند ده بسميه بروتين مرتبط بمين بالحمض ايه بالحمض اللي هو النووي اللي هي رقم الف آه، 15 خمستاشر آه، يوجد الشكل الموضح بالرسم في الخلية فين في الخلية يعني مكانه فين جوه الخلية اللي هو الرسم اللي قدامي ده اللي هو كروموسومات يا ترى السيتوبلازم ولا النواه ولا الميتوكوندريا ولا جميع ما صبق. طبعا هنختار مين اللي هو ايه اللي هي النواه عارفين طبعا الكروماتين موجود داخل اللي هو النواه اللي هو بعد كده هيكون لي مين اللي هو ايه الكروموسومات قاعده نيتروجينية توجد في الشكل الشكل طبعا اللي قدام اللي هو كروموسومات يعني انا بتكلم على الدي ان إيه. وبالتالي هنا هندور على القواعد اللي هي موجوده في الدي ان إيه. فعندنا اول حاجه اللي هي السيامين هل موجوده في الدي ان اي ايوه تنفع معايا فدي صح كده بالنسبه لنا طب اليوراسيل لا ما تنفعش غلط الاي ايوه تنفع معايا معنى كده في اتنين ينفعوا دلوقتي وعندي رقم د بيقول لي اللي هي الادينين والسيمين طبعا دي الاجابه الصح عندنا اللي هي رقم مين اللي هي رقم د اللي هو الادينين واللي هو السيمين اقل عدد لانواع اقل خلي بالي اقل عدد لانواع النيوكليوتيدات في الشكل موضح اقل عدد لانواع النيوكليوتيدات في الشكل موضح يا ترى كام؟ آه واحد ولا اتنين فقط ولا اتنين أو تلاتة ولا لا يوجد إجابة صحيحة؟ عاوزين أقل عدد لمين؟ لأنواع خلي بالنا لأنواع النيوكلوتيدات في الشكل اللي هو الموضح. طب دلوقتي الشكل الموضح زي ما إحنا عارفين ده ده عبارة عن مين؟ عبارة عن اللي هو الدين إن هي المفروض صح؟ والدين ان زي ما احنا عارفين طبعا اللي قدامي ده كروموسوم بيرتبط في النص هنا عند نقطه اللي هي السنترومير كل خيط من ده بسميه اللي هي الكروماتيد الكروماتيد بيتكون منين؟ من اللي هو الدي ان بيتكون من الدي ان واللي هو البروتين اللي هو الاستوني الدي ان بيحتوي على مين؟ على نيكلوتيدات وعارفين اللي هو الدي ان عباره عن لولب مزدوج شريطين يعني فمعنى كده هنا عشان يحصل عمليه ارتباط لازم يكون على الاقل في كام نيوكليوتيدة قدامي على الاقل يكون في اتنين قدامي يبقى اقل حاجه يكون عندي ايه, ايه يكون عندي فيه اتنين منين من اللي هي ايه النيوكليوتيدات ليه يعني مثلا لما اقول لك اللي هو الادينين هيرتبط قصاده بمين هيرتبط بالسيمين لو إفترضنا ان هو السيتوزين هيرتبط قصاد مين بالجوانين فلازم هنا على الاقل يكون في نوعين فقط منين من اللي هي ايه النيوكليوتيدات خلي بالك انا بتكلم على انواع وليس عدد خلي بالك السؤال اللي بعد كده عند ارتباط جميع المجموعات الموضحه مع سكريات خماسيه نحصل على نحصل على شوف كده الاختيارات عندنا فاول حاجه بيقول لي طبعا هنا اللي قدام زي ما احنا شايفين كده دي مجموعه مين فوسفات إيه دي مجموعة ايه فوسفات فبقول هنا عند ارتباط جميع المجموعات الموضحة مع سكريات خماسية مع سكريات خماسية طب اللي قدامي دول كام اصلا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية فعندنا هنا في 8 مجموعات ايه فوسفات عندنا في تمن ايه مجموعات مين فوسفات فهنا بيقول لي هنا إيه لما قدام قدامي دولت اللي هما تمن مجموعات فوسفات يرتبط مع مين؟ مع السكريات الخماسية، يا ترى هيديني كام؟ هيديني ستة نيوكلوتيدا؟ طبعا غلط ستة ليه؟ إيه ولا سبع جزيئات مية؟ ولا ثمانية نيوكلوتيدا؟ ولا جزيء إيه مية؟ طبعا هنا الإجابة الصح اللي هي مين؟ ثمانية إيه؟ ثمانية نيكلوتيدا لأن هنا بيقول مين؟ ارتباط اللي هي مجموعة الفوسفات مع مين؟ مع السكر الخماسي. هيديني ايه النيكلوتيدا طب دول كام اصلا دول 8 ويرتبطوا مع 8 من إيه؟ من السكريات اللي هي الخماسيه معنى كده هيديني ايه 8 نيوكلوتيدا تمام يبقى الاجابه اللي هي كام اللي هي رقم جيم عندنا اللي هي ايه أي 8 ايه نيوكلوتيدا اقصى عدد للروابط التساهميه الناتجه من ارتباط مجموعات الفوسفات بالسكر اقصى عدد اكتر عدد يا ترى كام هما دول كام 8 ويرتبطوا بقد ايه ب 8 سكر تمام ثمان سكريات يعني خماسيه وبالتالي هنا يكون لي كام رابطه؟ هيكون لي ثمان روابط اللي هي تساهميه يبقى اقصى عدد هنا كام؟ 30 ولا 2 ولا 8 ولا 5 طبعا هنختار مين؟ 8 علشان دول اصلا 8 فوسفات واحنا عارفين ان مجموعه الفوسفات بترتبط مع السكر الخماسي عن طريق رابطه ايه؟ تساهميه وهم 8 معنى كده هيكون عندنا كام؟ 8. عدد مجموعات الفوسفات الطرفيه الطرفيه خلي بالنا الناتجه من ارتباط مجموعات الفوسفات بالسكر يا ترى هيكون كام؟ 30 ولا 2 ولا 1 ولا 5 هنختار مين هنختار واحد ليه هنا بيقول لي مين عدد مجموعات الفوسفات الطرفيه خلي بالي يعني اللي هيكون في الطرف اللي فاضل لي قد ايه يعني لو بصينا للشكل التاني ده كده الشكل اللي احنا شفناه من شويه ده انا هنا بتكلم على مين على مجموعات فوسفات دلوقتي مجموعه الفوسفات ديت هيرتبط مع السكر ده وده هيرتبط مع السكر ده هنا في النهايه يطلع لي هنا كام في الاخر طرفيه هيكون في واحده بس فعند هنا يكون في مجموعه اللي هي فوسفات طرفيه ومن الطرف الثاني هيكون عندي مجموعه اللي هي الاو اتش عندي طرفيه فمعنى كده مهما يكون عندي هنا العدد هنا في النص ما يشفر معايا المهم هنا الطرف هيكون كام؟ في مجموعه فوسفات ايه؟ واحده فقط وبالتالي هنا هنختار مين؟ هنختار اللي هي ايه؟ اللي هي واحد اللي جايه رقم مين؟ رقم ج يا رب يكون فهمنا ما تنسناش من صالح دعواكم كان معكم مستر طارق وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.